يقول السائل: رجل مشرف على مدرسة خيرية وتأتيه أموال المتبرعين، فهل يجوز له أن يجعل لنفسه راتبا، وهل يجوز له أن يستثمر الأموال ويأخذ ربحها؟ لا يجوز الأمران، لا أن يأخذ لنفسه شيئا، لأن هذا للمدرسة وللمتعلمين، ولا يجوز له أن يستثمره ويأخذ أرباحه. إذا استثمره الاستثمار المباح فإن أرباحه تكون للمدرسة، تكون للمدرسة وليست له هو، إنما هو فاعل خير ولا يأخذ شيئا لنفسه، لا من التبرعات ولا من أرباحها إذا استثمرها، إلا إذا جعل له أحد من المحسنين أعطاه شيئا وقال هذا لك في مقابل عملك فلا بأس. أما إذا دفعوا التبرعات للمدرسة فإنها تصرف للمدرسة ولا يأخذ منها شيئا. نعم.